لها فقرة أخرى تقول المرأة في صلاة السفر هل تقوم بأداء هذه النوافل أم تتركها؟ تأتي بالوتر لا تتركه، وتأتي براتبة الفجر لا تتركها، وتأتي بصلاة الليل ما استطاعت إلى ذلك من قيام الليل. وأما الرواتب التي مع الفرائض فلا تصليها ما دامت أنها تقصر الصلاة، فلا تصلي الرواتب. نعم.